نبدأ. حاضر. بسم الله والصلاة. شكرا لله. خلاص. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين آمين. ثم انتقل يتكلم على ما يتيمم به فقال: والتيمم يكون بالصعيد الطاهر. انتهينا منه ده؟ نعم. نعم. مش انتهينا من التيمم خالص؟ لا لا، وقفنا اخر مره ثم انتقل. معقول الكلام ده؟ فاكر ان احنا خلصنا التيمم كله. طيب ماشي، انتم حاضر. نعم. التيمم يكون بالصعيد الطاهر. هذا من تفسير الراسخين وبيان المتفقهين للطيب في قوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا. وهو أي الصعيد الطيب في كلام العرب، وبه قال مالك: ما ظهر أي صعد على وجه الأرض منها من تراب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ذكر بعضهم أركان التيمم فذكر منها الصعيد الطاهر، واعترض بعضهم على ذلك بقوله: إن الصعيد الطاهر هو كالماء بالنسبة للوضوء، فإن جعلنا الماء بالنسبة للوضوء ركنا كان الصعيد بالنسبة للتيمم ركن، وإن جعلنا الماء بالنسبة للوضوء آلة يحصل بها الوضوء فكان ينبغي أن يكون الصعيد الطاهر بالنسبة للتيمم أيضا آلة ولا يعد في الإيه؟ ولا يعد في الأركان. والصحيح أن ذلك الأمر فيه تسامح بين العلماء، جعلهم الصعيد الطاهر أو الصعيد ركن من أركان الوضوء فيه نوع تسامح، إنما القياس والصحيح أن يكون الصعيد الطاهر آلة كالإيه؟ كالماء بالنسبة للوضوء فهو آلة، فجعله ركنا من الأركان إن اعتبرناه على ذلك فذلك فيه تسامح بين الإيه؟ بين العلماء وبين الفقهاء. الصعيد الطاهر اختلف العلماء فيه، المالكية وغير المالكية. فغير المالكية كالشافعية يقولون: لا يجوز التيمم إلا بالتراب، ولا يعتبرون كل ما صعد على وجه الأرض صعيدا طيبا أو صعيدا، وإنما قالوا: العرف يقضي أن الصعيد معناه التراب، والحديث وضح ذلك، لأن السنة بيان للقرآن الكريم، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إيه؟ ما نزل إليهم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا. فكون التربة مخصوصة في ذلك الحديث قالوا: لا يجزئ إلا الإيه؟ لا يجزئ إلا التراب، لا يجزئ إلا التراب. إذن الرمل والأشياء الأخرى التي سيذكرها هنا والمعادن وغير ذلك التي يتيمم بها عندهم لا تصح، لا يصح التيمم بها، مفهوم؟ طيب، المالكية ومن نحى نحوهم أخذوا بقوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا، وقالوا: كل الصعيد كل ما صعد على وجه الأرض، فلم يخصص بموضوع الإيه؟ فلم يخصص بموضوع التراب ولا غيره. لكن هل القياس مع المالكية
ولا مع غير المالكية؟ القياس احنا عندنا النص هنا بيقول ايه؟ فتيمموا صعيدا طيبا، كويس كده؟ لكن هناك اشياء من الصعيد استثناها المالكية فلا يجوز التيمم بها، خلاص؟ هناك اشياء استثناها المالكية فلا يجوز ان ايه التيمم بها. واما الشافعية فاخذوا بظاهر البيان بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم، واعتبروا ان الآية من قبيل المجمل، وان الحديث من قبيل الايه المبين او المبين لهذه الايه لهذه الآية، خلاص. واذا وجد مجمل ووجد مبين او مبين حمل الايه المجمل على المبين، كما اذا وجد خاص وعام فان العام يحمل على ايه يحمل على الخاص. مفهوم الكلام ده؟ ما طيب، فهنا هنشوف الصعيد الطاهر عند المالكية أهو، كل ما صعد على وجه إيه؟ كل ما صعد على وجه الأرض. زي إيه؟ اتفضل يا مولانا. ما ظهر أي صعد على وجه الأرض منها من تراب أو رمل أو حجارة أو سلخة. من تراب، دي من بيانية، من بيانية، يعني كأنه يريد أن يوضح الأشياء التي صعدت على وجه الأرض والتي يجوز التيمم بها. تراب، وقدمه لأنه هو الأصل، لأنه هو الأصل علشان الحديث وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، فيعتبر الماء التراب هذا من الأمور المتفق عليها بين المذاهب كلها، مفيش فيه كلام مطلقا. نعم. أو سبخة بفتح الباء واحدة سباخ، وهي أرض ذات ملح ورشح. وإن دققنا النظر وجدنا أنها أيضا من الإيه؟ من التراب، يعني إن نظرت وجدت أنها من التراب أيضا. نعم. ويدخل في قوله منها الخشب غير المصنوع والحشيش والزرع. الخشب غير المصنوع يعني إن كان شجرا نابتا على وجه الأرض أو قطع ذلك الشجر وتركناه على وجه الأرض دون أن نعمل فيه شيء، يعني لو صنعناه سريرا ولو لم نتدخل فيه بشيء فلا يجوز. الايه انتوا عارفين ان في خشب بيتدخل فيه بمواد كده معينة، وفي خشب يصنع منه الشيء على حال، مفهوم؟ في خشب يقولون عنه خشب الايه الميلامين ده مثلا، عارفينه؟ ده بيجمعوه من اشياء معينه وبيتدخلوا فيه ببعض الالات علشان تصنعه، خلاص. وفي خشب مثلا اسمه خشب الصفصاف ياتون منه ولا يتدخلون فيه بشيء، واخشاب الاشجار ياتون منها ولا يتدخلون فيها بشيء الا بصناعته، بصناعة معينة تجعل منها ألواح وهو إلى آخره، لكن لا يضعون عليه مواد إيه؟ مواد معينة. فعلى كل حال إذا قطع الشجر على وجه الأرض وظل هكذا فإنه يجوز التيمم عليه، يعني مش شرط يكون ملتصق بإيه؟ بالأرض، المهم أنه لا تدخله صنعة، يعني لا نعمله سريرا ولا نعمله ألواح ولا نعمله كذا ولا كذا، فإذا عملناه ألواحا أو سريرا فقد خرج عن صعيديته وانتقل الى شيء ايه الى شيء اخر، خلاص. نعم. واحترز به مما هو على وجهها وليس منها كالرماد. كالرماد، كالرماد، ايوه نعم. وظاهر كلامه الرماد، رماد شيء متحول عن شيء، يعني الرماد ده ما هواش من الارض اصلا، إنما هو شيء غيرته النار وحولته النار، خلاص. حتى أننا لو فرض أننا صنعنا من التراب طوبا لبنا طين يعني كده ناشف وصنعناه على هيئة الطوب يجوز أن نتوضأ به نتيمم به، فلكن إذا أدخلناه النار لا يجوز التيمم، مفهوم؟ يعني إذا طالما أن الشيء تحول بصنعة أو بغير صنعة أو حولته النار أو نحو ذلك فإنه إيه؟ لا يكون صعيدا ولا يطلق عليه في العرف إيه؟ ولا يطلق عليه في العرف صعيد، وبالتالي لا يجوز التيمم عليه.
يعني الطوب والحجارة والأشياء دي كلها سواء كان عليها تراب أو لم يكن عليها تراب، لأن غيرنا يقول إن وجد عليها تراب فإنه يجوز التيمم على التراب الذي عليها، ولكن إحنا عندنا الحجر سواء وجد عليه تراب أو لم يوجد عليه تراب، الطوب إن وجد عليه تراب أو لم يوجد عليه أيضا تراب فإنه يصح التيمم عليه. خد بالك، يعني هناك فرق بين مذهبنا ومذهب غيرنا، فإن أجازوا التيمم على الحجر عند غيرنا يشترطون أن يكون عليه تراب، وإن لم يجيز التيمم عليه يقول ليس عليه تراب، وإحنا نقول يجوز التيمم عليه لذاته سواء وجد عليه تراب أو لم يوجد عليه تراب. نعم. الطوب الذي يحرق في النار لا يجوز، لا يجوز أبدا، إذا مسته النار لا يجوز أن، ولذلك لو في حائط بجوارك مبني من الطوب اللبن يجوز لك أن تتيمم عليه، وأما إن طبخ الطوب وحرق بالنار وبني منه الحائط فلا يجوز التيمم عليه مطلقا. نعم. وظاهر كلامه أنه يتيمم على التراب سواء كان على وجه الأرض لم ينقل منها أو نقل، أما الأول فباتفاق، وأما الثاني فعلى المشهور، وغير التراب كالملح لا يتيمم عليه إلا في موضعه. والخشب إذا دخلته صنع. غير التراب كالملح، الملح لأنه معدن من معادن الأرض، وهو إذا خرج عن معدنه صعد، وإذا صعد سمي صعيدا، ولذلك قال إن الملح لا يغير الماء، مهما وضعته في الماء لا يغير الماء، وحدث خلاف بين العلماء في كونه مصنوعا أو غير مصنوع، فقيل إن كان غير مصنوع ووضع في الماء جاز الوضوء به سواء تغير أو لم يتغير، نظروا لأن الملح من إيه؟ من الأرض ومن أجزاء الأرض، ونحن قلنا إن الماء المتغير بأجزاء الأرض طهور، مش كده ولا إيه؟ لا، إن تغير بإيه؟ بمقر أو ممر من أجزاء الأرض كمغرة وملح فهو طهور، مفهوم؟ والذي يقول إن الملح إذا صنع تحول عن أصل المعدنية بتاعته فلم يبقى جزء من أجزاء الأرض، قال إذا تغير به الماء فلا يجوز الوضوء به. وصحح بعضهم أن الملح سواء صنع أو لم يصنع ووضع في الماء فإنه يتوضأ به ولا شيء فيه، خلاص. والتراب إن وضع في الماء أو لم يوضع فيه قصدا أو غير قصد فإنه يجوز الوضوء به، لأنه لا يزال إيه؟ معدنا من معادن الأرض وجزء من أجزاء الإيه؟ من أجزاء الأرض. فعلى كل حال التراب إذا نقل من موضعه المعدن بتاعه الأصل يجوز الوضوء منه يتيمم به، خلاص، أو بقي في موضعه يجوز التيمم به. وأما والملح قيل إذا نقل لا يتيمم به، وإذا بقي في موضعه فإنه يتيمم به. لماذا؟ أنك لضعفه بسبب الخلاف بين العلماء فيه، لضعفه بسبب الخلاف بين العلماء فيه. نعم. والخشب إذا دخلته صنعة لا يتيمم عليه، وظاهر قوله أو حجارة أنه يتيمم على الجبل والصفا وإن لم يكن عليهما تراب. الصفا يعني الحجر الأملس الذي ليس فيه تعاريد تمسك ترابا، ويقال عنه إنه الصفوان، وقد قال الله تعالى كمثل صفوان عليه تراب فأصابه إيه؟ وابل. صفوان يعني حجر أملس جاء عليه بعض التراب فأصابه مطر شديد. هل بعد هذا أولا هو أملس فلا يمسك من أصله تراب، خلاص، فإذا وجد عليه بعض التراب وجاءه المطر غسله غسلا هل يبقي فيه تراب؟ لا يلقي فيه طرف، عشان كده قال صفوان يعني بالصفة اللي هو الحجر الايه؟ الحجر الأملس. واحنا قلنا الحجر يتيمم عليه سواء وجد فيه تراب او لم يوجد فيه تراب. نعم.
ثم انتقل يبين صفة التيمم، فقال يضرب بيديه الأرض، ليس مراده حقيقة الضرب، بل مراده أن يضعهما على ما يتيمم به ترابا أو غيره، وهذا الضرب فرض ولا يشترط علوك شيء بكفيه. ويعني هو الضرب هنا الوضع، ليس المقصود بالضرب أن يضرب هكذا، وإنما المقصود بالضرب يعني الوضع. عبروا هنا بالضرب كناية عن ضرورة إلساق اليد بالتراب، خدت بالك؟ لأن لو قال يضعهما على التراب يمكن لا يلصقهما على التراب، يعني يقربهم من الـ من الـ من التراب، لكن حين يقول الضرب يبقى معنى ذلك ايه؟ الضرب معناه ايه؟ اصطكاك شيء بشيء. لا، الضرب معناه اصطكاك شيء بشيء. فان كان المصطك به صلبا يقال عنه صدم، يعني ان كان اللي انت هتضرب به صلب يبقى يقال عنه صلب، وان لم يكن صلبا فانه يقال عنه ايه؟ ضرب. ولذلك ان تجد الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه في المصيبه؟ الصبر عند الصدمه الاولى. الصدم اللي هو اصطكاك شيء صلب بشيء صلب، اللي هو الضرب يعني. فاذا وجد ضرب بدون شيء صلب لا يقال عنه انه ايه؟ لا يقال عنه انه صدم. إذا وجد ضرب بشيء صلب يقال عنه إنه صدم، وإذا لم يوجد بشيء صلب لا يقال عنه إنه إيه؟ لا يقال عنه إنه صلب. فعبر بالضرب على إيه؟ كناية عن الإلساق الشديد بالتراب. وإذا فعلت ذلك فإن لصق أو علق بيدك شيء من التراب فبها، وإن لم يعلق فعليك أن تتيمم، لأنك قد فعلت الواجب الذي إيه؟ الذي عليك. خلافا لغيرنا فإنهم قالوا لا بد من وجود شيء من التراب في يده، فإن لم يوجد شيء من التراب في يديه فإنه لا يصلح أن يتيمم. وده مبني على أصل المذهب، لأن الأصل عندهم إيه؟ وجود التراب. فإذا لم يوجد التراب في اليد فإنه لا يجوز إيه؟ لا يجوز التيمم. ثم كلمة الضرب معناها الإلساق تخرج ما لو وضع وجهه على الهواء هكذا فجاء الهواء بتراب ووضعه على وجهه فما ينفعش. ولكن رأيت عند غيرنا من غير المالكية أن الإنسان إذا عرض وجهه للهواء بقصد التيمم وجاء التراب على وجهه أجزاءه، يعني مش شرط إنه يحط إيده على إيه؟ على الأرض ويحط على وشه، لا، خلاص؟ قالوا لو أن إيه؟ الإنسان كان في ريح والريح تسف التراب أمامه، فوضع وجهه هكذا بقصد أن يأتيه تراب ونوى التيمم أجزاءه ذلك وصلى. القياس معهم ولا ليس معهم؟ القياس معهم، لأنك إذا وضعت وجهك تحت ميزاب وأنت تتوضأ أو تحت المطر ونويت الوضوء ونزل الماء على وجهك ودلكت أجزأك ولا لم يجزئك؟ أجزأك. فكأنهم قاسوا ذلك على مين؟ على الوضوء، مفهوم؟ والآية ليس فيها ذكر للضرب، فتيمموا صعيدا. تيمموا يعني ايه؟ اقصدوا، معنى التيمم يعني القصد، اقصدوا صعيدا طيبا، مفهوم؟ طيب، يبقى اذا احنا عندنا غير المالكيه يقولون ان لان القصد وجود التراب على العضو، وقد وجد ولا مش ما وجدش؟ وجد، انتهى. والقياس معهم في موضوع الوضوء. نعم. لكن مولانا متيقن هنا في الهواء. ايوه. لأن هم قالوا يعني إذا كان يعني تيقن أن ما هو أصل أنت التعميم الذي يجب عليك أن تفعله في الوضوء ليس شرطا في التيمم. يعني أنت في الوضوء مثلا إن كانت اللحية خفيفة يجب عليك أن توصل الماء إلى ما تحتها إلى البشرة،
وأما إن كانت ثقيلة فعليك أن تحركها فقط ولا تخللها، خلاص؟ لا، وعليك أن تتعهد الأشياء بقى اللي هي في الماقين والبطرة بتاعة الأنف والأشياء اللي احنا قلناها والمغابن والأسرة بتاعة الجبهة، لكن في التيمم ليس عليك ذلك، مفيش، لأن التيمم مسح، والمسح مبني على التخفيف، والتخفيف ينافي تتبع الوضوء، التخفيف ينافي تتبع الوضوء، لأن المسح ما دام مسح يبقى تخفيف، وما دام تخفيف يعني ما تتبعش ايه؟ ما تتبعش الوضوء والمغابن والأشياء اللي زي دي. فهم قالوا إذا تأكد أن التراب هيروح على سطح الوجه وهيعم خلاص، يعني لابد يعني من التيقن في إصابة التراب للوجه. نعم لابد منه هذا. لأن لو ما كانش فيه مجال للريح وما فيش مجال للتراب يبقى ما ينفعش، ولذلك لو جاء إنسان بتراب ورماه على وجهه هكذا لا يجزئه التيمم، لأن دي نية، عايزين النية هم وعايزين هو يتعرض لذلك. نعم. التعميم مقصود به؟ التعميم تعميم ما يطلب تعميم، يعني حين أقول أنا مع لك في الوضوء تعميم مسح الرأس، معناه إيه؟ أنك تغسل تمسح كل ما يطلب عليه أنه كل، إنما لا تتتبع مثلا المغابن وتطلع وترفع الشعر كده وتمسح تحته وهو إلى آخره، ده ما يعتبرش تعميم بالنسبة للمسح، لأن التعميم في الغسل شيء والتعميم في المسح شيء آخر. التعميم في الغسل يقتضي أن تتتبع المغابن والغضون والأشياء الخفية في الوجه مثلا، والتعميم في المسح لا يقتضي ذلك. ولذلك في بعض الناس كده يطلب منها مسح الأذن، تفضل تشوف التعريج والتعميم وتفضل بقى في مدح الودن ده ساعة. ليه؟ لأن الودن طبعا مدورة، وكل ما تروح لحتة عايز تتعرج لحتة تانية فيقعد يتمسح، فقال لك لا يكره تتبع الوضوء. ليه؟ لأن العلة أن المسح أنه مسح، والمسح مبني على التخفيف. في الخف، في المسح على الخفين يكره أن تتبع مغامن الخف، ما يصحش تتبع، تمسح كده على الظاهر وانتهينا، وتعمم يعني تغسل تمسح العضو كله بس، وليس المقصود كله، يعني كل المغابن بتاعته الدواخل والاشياء اللي زي. فلما تيجي في التيمم بقى تعمل ايه؟ طبعا انت في الوضوء مطلوب منك دي تعمل، ودي يبقى هتيجي بقى تجيب التراب كده هو وتحط هنا عينك هتتعب، يبقى مش هينفع. فتتبع المغابن ليس ضروريا في موضوع الايه؟ في موضوع التيمم. كذلك في اللحية، في التيمم هتعمل كده وتخلل وتعمل، لا ما فيش كلام زي، ومجرد المسح ولا خفيفة ولا تقيلة، انت هتعمل بإيدك كده هو وخلاص انت، خدت بالك؟ بس احنا عاوزين اخواننا يفرقوا ما بين التيمم التعميم في الغسل والتعميم فين؟ في المسح. فإذا قلت لك تعميم في الغسل يبقى بقى انت عليك بالأسرة والمغابن والماقين والكلام ده كله، وإذا قلت في الغسل كمان عليك بالرفغ واللي تحت الإبط واللي ما بين الساقين والكلام ده كله. ولكن إذا قلت لك مسح تعميم يبقى غسل العضو كله أو مسح العضو كله بس، من غير تتبع الإيه؟ من غير تتبع المغابن. والعلة أنه لم يشرع مسح إلا لقصد الإيه؟ التخفيف. وتتبع المغابن فيه مشقة ولا لا؟ فيه مشقة. نعم. ولا يشترط عدو شيء بكفيه على ما تكرر من جواز التيمم على الصخر والحجر الذي لا يعلق منه شيء. والدليل على ذلك أنهم قالوا إن الإنسان إذا وضع يديه على التراب وعلق بهما تراب يجوز له أن ينفخ يديه هكذا ثم يمسح. وبعضهم شكك في موضوع النفخ ده وقال لك ده حديث غير صحيح ورواية غير صحيحة وإلى آخره، ومش ضروري النفخ والكلام ده كله. غاية ما هناك اللي يدل عليه إيه؟ هل يشترط أن تنقل اليدين إلى الوجه وعليهما تراب، أم يكفي أن تضعهما على الشيء الذي تتيمم به؟ فظاهر مذهبنا أنه إيه؟ يكفي وضعهما على الشيء الذي تتيمم به. وظاهر المذهب غيرنا الذي اشترط التراب وقال الوجه إذا عرضته للريح والتراب جالك والغر، ظاهر أنه لا ينبغي النفخ، لأنك أنت عايز تراب مش عايز تزيل الإيه؟
مش عايز تزيلته. مفهوم؟ نعم. فإن تعلق بهما شيء نفضهما نفضا خفيفا. عد بعضهم هذا النفض من فضائل التيمم لئلا يؤذي وجهه، ولا بد له قبل الشروع في التيمم أن يقصد الصعيد وأن ينوي استباحة الصلاة. فإن كان محدثا حدثا أصغر نوى استباحة الصلاة من الحدث الأصغر، وإن كان محدثا حدثا أكبر نوى استباحة الصلاة من الحدث الأكبر، وإن لم يتعرض للحدث الأكبر وصلى بذلك التيمم أعاد الصلاة أبدا. هو الاستباحة هنا ليه؟ احنا قلنا الكيفية في الوضوء، كيفية النية في الوضوء مرة حاجات لابد نستصحبها. كم حاجة؟ ثلاثة أشياء. إما أن تقول نويت رفع الحدث الأصغر، أو تقول نويت أداء فرض الوضوء، أو تقول استباحة ما منعه الحدث الايه للأصغر. فكل واحدة من هذه تجزئ في الوضوء. ولكن في التيمم حدد لنا كيفية واحدة، وهي أن تقول استباحة الصلاة من الحدث الأصغر أو من الحدث الايه أو من الحدث الأكبر. مفهوم الكلام ده؟ لماذا؟ لأن هناك خلافا بينهم، هل التيمم يرفع الحدث أو لا يرفع؟ فما يصحش بقى في التيمم تروح داخل على التيمم وتقول نويت رفع الحدث الأصغر، لأنك لا ترفع حدثا حينئذ، وإنما ذلك رخصة لك لتستبيح به الصلاة. فلذلك قالوا يكفي استباحة الايه؟ تقول استباحة الصلاة. وإذا وتلاحظ إن كان عليك حدثا أصغر تقول استباحة الصلاة من الحدث الأصغر، يعني كأن الحدث الأصغر كان سببا لعدم إباحة الصلاة، فلما حدثت تلك الرخصة وتيمم أنوي أن تستباح لي الصلاة. أما الحدث فهو موجود عليك، ليس إيه؟ ليس مرفوعا، فلا يرفعه الإيه؟ التيمم. خلاص كده؟ طيب نقول تعالى وننظر، مثلا ننظر في هذا، هل هذا الكلام يعني ماشي ولا ما هوش ماشي في هذا الأمر؟ ايه رأيكم في هذا؟ ماذا ترون؟ هل هذا الكلام مبني على أصل صحيح في المسألة، أو على أصل يعني اجتهاد مظبوط في هذا الأمر، ولا يعني ده مجرد أنهم عدوا أن الماء هو الأصل في الطهارة وأن ما عداه ليس أصلا، فقالوا الماء فقط هو الذي يرفع الحدث وغير الماء لا يرفع الحدث؟ نقول تعالى نشوف الماء في الوضوء. الماء في الوضوء ماذا يفعل؟ الماء أليس هو آلة؟ مش كده برضو؟ طيب هذه الآلة هل هو يرفع الحدث ولا يرفع حكم الحدث؟ أو حكم الحدث؟ يرفع الحدث. يرفع الحدث بمعنى إيه؟ يعني يرفع الحكم بمعنى أن الحكم كان عليك إذا أحدثت ألا تصلي. خلاص؟ فإذا ما توضأت رفع ذلك الحكم من عدم الإباحة إلى مين؟ إلى الإباحة. مفهوم الكلام ده؟ طيب إذا الماء أصل في رفع الإيه؟ الخبث. الماء أصل في رفع الخبث، لأن ما قلناش في حاجة خلاص، ما دام أنت غسلت ارتفع مين؟ ارتفع الخبث عنك. لكن بالنسبة للحدث، هل الحدث شيء يعني حسي يمكن أن يرفع؟ هل الحدث شيء حسي يمكن أن يزال بالماء؟ ولا ده الحدث هذا شيء قد يكون أمرا معنويا يزول برفع الله تعالى له؟ يزول برفع الله تعالى له، ومعنى رفع الله يعني رفع الحكم. معنى رفع الله له يعني رفع الايه؟ رفع الحكم. فبدل الأعضاء ما يوصف صاحبها بأنها إيه؟ بأنه محدث
يوصف بأنه متطهر. ولذلك احنا لما عرفنا الصلاة الطهارة قلنا عليها ايه؟ صفة حكمية، كويس كده؟ والنجاسة صفة حكمية، والحدث صفة حكمية. يبقى اذا هي صفة حكمية، هل تلك الصفة الحكمية صفة حال ولا صفة اعتبار؟ يا اخوانا صبرا، المعتزلة معنى الحال يعني ايه؟ الحال يعني التي يمكن ان تتصور بدون الذات، يمكن ان تتصور في الخارج بدون الذات، يعني هي لوحدها يمكن ان تتصورها بدون الذات. واما ان قلنا انها صفة اعتبار فهي مما يعتبره العقل حكما ولا يمكن تصور وجودها في الخارج دون الذات، لا يمكن تصورها تصور وجودها في الخارج دون الايه؟ دون الذات. هتخلي الحدث ده والطهاره صفه اعتبار ولا صفه حال؟ الحق ان مذهب اهل السنه يقول ما فيش حال، ومذهب المعتزله يقول في حال، ودي مساله بنوها على كلام في صفات الله عز وجل، في صفات الله عز وجل. فاذا التحقيق انها صفه ايه؟ اعتبار. فالطهارة صفة اعتبار يعتبرها العقل ويحكم بثبوتها أو بنفيها عن صاحبها. هل يمكن تصورها منفكة عن صاحبها في الخارج؟ لا يمكن، مش كده ولا لا؟ لا يمكن تصورها، وإنما هي معتبرة نظرا إلى صاحبها. نظرا إلى مين؟ إلى صاحبها. ما كان شأنه ذلك؟ والماء أمر حسي، فهل يقال انه ازاله الماء؟ ما كان شأنه معنوي كده هو واعتباري، هل يقال ان الماء ازاله؟ ولا ازالة الماء له معناها ان الله تعالى يزيله اذا عندما تمارس انت الماء، عندما تمارس انت الماء. يبقى مش الماء هو الآلة اللي بتزيل بيها، زي الخبث، عندك خبث مثلا على المخرج بتروح جايب مية وتغسل خلصت، يبقى أزلت، لأن حسي أزيل بإيه؟ بحسي. لكن الأمور دي الشرعية، الطهارة والكلام ده أمر معنوي ولا لا؟ يعني أمر اعتباري، والأمر الاعتباري لا يزول بالشيء الحسي. وما اللي يحصل إيه؟ قال لك هو يرتفع لا بنفسه ولا بالماء، ولكن برفع الله تعالى له، كويس؟ فإذا كان الماء آلة برفع لرفع الله تعالى ذلك الحدث عن العضو، فما المانع أن يكون التراب كذلك آلة لرفع الله تعالى الحدث عن الإنسان؟ لذلك قال بعضهم التحقيق أن التيمم يرفع الحدث كالماء كمان. كل ده اللي عايز أوصل له، أنا أريد أن أصل إلى أن أكثر العلماء يقولون التيمم هل يرفع الحدث ولا يستباح به مثلا؟ ها؟ استنى، ما هي في المشهور بقى هنا في المذهب اللي قالوه انه يستباح نظرا لانه لا يرفع الحدث. قال الصاوي والتحقيق انه يرفع الحدث. والتوضيح اللي انا وضحته لك ده الحمد لله من باب ايه؟ يمكن العبد الفقير اللي ربنا سبحانه وتعالى وهداه الى هذه الايه؟ هذه المساله. لأن الماء الحدث لا يرتفع بنفسه ولا بالماء، وإنما برفع الله تعالى، والرفع رفع إيه؟ حكمي. وما دام رفع حكمي يبقى التربة، ما المانع أن يرفع الله تعالى الحدث عندها وقد أمرنا أن نتيمم عند عدم وجود الماء؟ فالتحقيق إن زي ما تحكم على الماء برفع الحدث المعنوي، تحكم على التراب بأنه يرفع الحدث الايه؟ المعنوي، لأن القياس يقتضي ذلك. القياس يقتضي ايه؟ يقتضي ذلك. فقصر رفع الحدث على الماء أمر ايه؟ تحكمي، أمر تحكمي، مفهوم؟ لكن على كل حال اللي اشتهر بين القوم إن الأصل هو الماء، وأن الله لما شرع في الأصل شرع الماء، وأن التيمم هذا رخصة فقط من رخص أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى كده. طب نقول له طب كيف تفعل في قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وإيه؟
وتربتها طهورا. إذا جاورته جاورت هذا الحديث بقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهور، ومعنى طهور يعني أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره، لأنه هو معنى طهور مش طهور يعني طهور في ذاته فقط، لا طهور في نفسه مطهر لإيه؟ مطهر لغيره. خلاص، فيبقى زي ما قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا، قال في الحديث وجعلت لي الأرض إيه؟ وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، وتربتها إيه؟ طهورا، بيبقى طهور يبقى بيطهر غيره، وبناء على ذلك مش استباحة وإنما فيه رفع الإيه؟ رفع الحدث حقيقة، رفع الحدث حقيقة. لكن إحنا نقف عند الإيه؟ الاتباع، مع ان الصواب قال التحقيق انه يرفع الحدث، تحقيق انه يرفع الايه؟ يرفع الحدث. مفهوم الكلام ده؟ وهكذا في كل مساله من المسائل التي تجد فيها ان العلماء وقفوا. انا كان عندي مساله في نظير هذه ولكن ذهبت عن ذهني، يعني كانت هتقرب اليكم هذه المساله تقريبا كبيرا، مساله رفع الحدث دي وهل الماء يرفع او لا يرفع، كانت هتقرب ولكن جاءت في اثناء الكلام ثم ذهبت، نسال الله ان تاتي. نعم نعم. ايه؟ لا لا لا، ده احنا خلاص انتهينا من دي، نحن انتهينا، لكن دي مساله في الماء ايضا، كانت في الماء وفي التراب ايضا. خلاص، فجاءت وغربت او عزبت، وان شاء الله تاتي، ان اتت نقول، وان لم تاتي فهذا حظ. نعم. ولو نوى المتيمم رفع الحدث لم يجزئ، فإنه لا يرفعه على المشهور. بناء على هذا الايه؟ المشهور، ولكن التحقيق كما قلنا انه هو بيرفع، لكن احنا ما دام مشينا على هذا الوضع يبقى خلاص. ويستحب له قبل ان يضرب يديه، قبل ان يضرب بيديه الارض ان يقول بسم الله، ثم بعد نفض يديه يمسح بهما وجهه كله مسحا ويراعي الوتر ولا يترك منه شيئا ولو قل، ولا خلاف في وجوب ذلك ابتداء. لكن المغابن لا، الوتر اللي هي دي بس، لان دي من الظاهر الواضح. لا، التجاعيد والاسره والكلام ده كله واللحيه وداخله كله ده يسير، ملوش ده، بس يعمم. ونحن قلنا التعميم في المسح غير التعميم فين؟ في الغسل. فإن وقع شيء من ذلك فقال ابن مسلمة اليسير عفو ويبدأ من أعلاه كما في الوضوء، وإلا هل اليسير عفو في الوضوء ولا في التيمم بس؟ اليسير إذا ترك في الوجه شيئا يسيرا يوفى؟ لا لا يوفى، لأن احنا عارفين إن الرسول صلى الله عليه وسلم حين رأى رجلا ترك لمعة في قدمه لم يصبها الماء، معنى لمعة يعني حتة صغيرة جدا يسيرة لم يصبها الماء، فقال ويل للأعقاب من النار. خلاص، يبقى إذا اليسير في المسح لا بأس به، وأما اليسير في الغسل فلا بد منه. مفهوم؟ وإن لم يبدأ منه أجزأه ويجري يديه على ما قال من لحيته ورفع ما يتوهم من قوله كله ما قال من لحيته، يعني اللحية ساعات تبقى كده هو نازلة كده. خلاص، فعليه انه يعملها في الظاهر بس، لكن لا يحرك ولا يخلي. نعم. انه يمر على غضون الوجه من قوله مسحا، لان المسح مبني على التخفيف. نعم. ثم بعد أن يفرغ من مسح وجهه يضرب بيديه الأرض ضربة ثانية لمسح يديه على جهة السنية، فإذا شرع في مسحهما فالمستحب في صفة مسحهما على المشهور أنه يمسح أولا يمناه بيسرى، يجعل أصابع يده اليسرى ما عدا الإبهام على أطراف أصابع يده اليمنى ما عدا إبهامهما، ثم يمر أصابعه على ظهر يده، يعني كفه، وعلى ظهر ذراعه وهو ما بين المرفق والكوع، يعني كده هو.
وبعدين يروح عامل كده ممكن خلاص ويراعي دول برضه كده، وبعدين الثانية نفس الحكاية كده، خدت بالك؟ وكده بس بشرط انه ايه؟ هيدخل ايديه كده اهو، مش زي الوضوء، ممكن في الوضوء يعمل كده ويخلي الاصابع هكذا، لكن دي لابد بالباطن كده، هنا بباطن الايه؟ الاصابع بتاعته، علشان جنوب الاصابع لم يصبها تراب او لم يضرب بها على الارض، فلابد يعمل كده فيها. خلاص؟ ولذلك بعض الناس يقول الوضوء اسهل عندي من الايه؟ من التيمم، نظرا لهذه المساله. وعلى كل حال الكيفيه اللي قال عليها الشيخ دي مستحبه، فكيف ما مسحت اجزاءك. يعني لو عملت كده اهو، او جيت كده وعملت كده كده اجزاءك وخللت اصابعك كنتها ولقيت الشمس قربت تطلع وعملت اي كيفيه هتجزئك، لكن الكيفيه دي مستحبه. نعم. ويكون في مروره على ظاهر ذراعه قد حنى، أي يحني بمعنى يطوي عليه أصابعه حتى يبلغ المرفقين. قيل صوابه المرفق، لأنه ليس لليد الواحدة إلا مرفق واحد، وهو ما يتكئ الإنسان عليه، قاله ابن العربي، وهو بكسر الميم وفتح الفاء لا غير. وأما المرفق من الارتفاق ففيه لغتان، فتح الميم وكسر الفاء والعكس. وظاهر كلامه أنه لا يمسح لأن حتى للغاية. قيل أراد مع المرفقين كما تقدم. الكلام ده بقى في الوضوء كله قلناه قبل كده، ده مش هنقوله تاني، لأن يعني طبعا مع إلى المرفقين، مع المرفقين، أو إلى مش عارف تدخل ما قبلها فيما بعدها، ولا حتى مش عارف، كل الكلام ده احنا قلناه في الإيه؟ في الوضوء. وبعدين السنة بينت، وما دام السنة بينت يبقى خلاص. نعم. كما تقدم في الوضوء إذ التيمم. كان واحد فيكم يسأل يقول لك طب ما دام السنة بينت، إيه الداعي للاختلاف ده بقى؟ إذا كانت السنة قد بينت، والرسول كان يغسل المرفقين صلى الله عليه وسلم، فما الداعي للاختلاف؟ ويقعدوا يقولوا المرفقين داخلين، وده يقول لك لا مش داخلين وهو إلى كله. كيف تقولون في هذا في البحث؟ يعني نبحث، حين نبحث هذا كيف نقول؟ هل هم يخالفون السنة مثلا، ولا هم ليهم مأخذ ثاني في اختلافهم في الغسل أو المسح للمرافق؟ أكيد لهم مأخذ ثاني. ما هو ذلك المأخذ؟ الحكم، الفقه يريد أن يبين الأحكام، ومعنى أنه يبين الأحكام يعني يضع لها عناوين، ومعنى يضع لها عناوين يقول إن هذا واجب وهذا سنة وهذا مستحب، فهم فقط يريدون أن يبينوا لنا ذلك. فكأنهم يقولون هل يا ترى المرفقين داخلين في الغسل أو المسح على طريق الوجوب؟ ما احنا سلمنا إن الرسول كان بيغسل والسنة بينت إن المرفق يغسل، والآية قالت إلى المرافق، وإلى في اللغة بتقول إيه؟ الغاية غير داخلة، ولو جت حتى تبقى الغاية إيه؟ داخلة. صرت إلى نصف الليل، يبقى نصف الليل داخل ولا مش داخل؟ غير داخل. طب صرت حتى نصف الليل، يبقى نصف الليل داخل، فحتى تدخل ما قبل ما بعدها فيما قبلها، وإلى تقف عند ما بعدها فلا تدخله فيما قبلها. فعندك اللغة بتقول كده، والرسول غسل من هنا غسل المرافق. طيب ايه الخلاف بقى؟ قال لك لا، احنا فقهاء، والفقهاء يبينوا الاحكام، وبيان الاحكام يعني عنوانتها، هل ده واجب ولا سنه؟ ايه المانع ان يكون الرسول عمل كده لكن ليس على طريق الوجوب وانما على طريق السنه؟ مفهوم الكلام ده؟ ادي منشا الخلاف، هذا منشا الخلاف، مش في كون المرفقين يتمسحوا او ما يتمسحوش، يجوز مسحهما او لا يجوز؟ لا، هل المرفقان داخلان في الوجوب فيما هو واجب، ولا نقول يتمسحوا ومع ذلك هم سنه؟ وهذا ما تخلص به الشافعيه وغيرهم ممن قال ان مسح الراس كله فرض. مفهوم؟ مسح الراس كله ايه؟ فرض.
المالكيه قال لك مسح الراس فرض، والرسول عمل كده مسح الراس كله صلى الله عليه وسلم، والرسول مبين، يبقى خلاص يبقى لازم تمسح الراس كله ومسح الراس فرض، ومفيش حاجه اسمها البهل التبعيض والكلام اللي زي ده، ورفضوا كلام الحنفيه وكلام مين وكلام الشافعيه في الموضوع. فالامام مالك قال لك كله فرض، واحمد بن حنبل قال كله فرض، لان الرسول بين المساله، فدول اتخلصوا منهم. قالوا طب ازاي تقولوا في كلام الرسول او في فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال لك ما احنا ما قلناش حاجه، احنا لم نقل ان مسح الراس كله مش افضل من مسح البعض، لكن الواجب فقط هو البعض، وما بقي فهو ايه؟ سنه او مستحب، ولا يمنع ذلك ان الانسان يعمله، والرسول صلى الله عليه وسلم قد فعله، يبقى ما فيش مانع ان الرسول عمل الواجب وعمل الايه؟ المستحب في آن واحد، بس الرسول ساعه ما عمله ما قالش ان اللي انا مسح البعض ده واجب والبعض ده مستحب، فهم دخلوا في البحث بقى، فتخلصوا من موضوع الايه؟ ها؟ من الموضوع اللي هم يمكن ياخدوه عليهم المالكيه ومين؟ والحنابل. في موضوع التدليك برضه في الوضوء، قال لك ما هو التدليك ده غسل، الغسل المالكيه قال لك واجب. بعدين قالوا لا، ده الغسل ده يعتبر يعني مجرد غمر العضو بالماء، مفهوم؟ فلما جم قالوا لهم طب ده الغسل عند العرب كذا وكذا وكذا، والرسول دلك وكذا، قال لك احنا ما قلناش ان التدليك بلاش منه، بنقول ان التدليك ده مش فرض، انتوا اوجبتوه واحنا بنقول مش واجب، هو سنه. فتخلصوا من الايه؟ من المساله، مفهوم؟ يبقى اذا لما تجد خلاف وتجد الحديث مبين وموضح، ويجي لك واحد من الظاهريين يقول لك انت هتعمل كذا والحديث بيقول كذا، اما هو الحديث قايل لو انت عايز تسيب الحديث، نقول له طب ماشي الحديث قال، هل الحديث قال ان ده واجب وده مستحب؟ ماشي، هو عمل الرسول وفعله كان كذلك، لكن هل بين ما هو واجب وبين ما هو مستحب؟ فمن هنا من نشأ الخلاف بين العلماء في عنوانة أحكامهم التي يستنبطونها، هتحط دي تحت بند الواجب ولا تحت بند الايه؟ المستحب أو السنة، بس كده. نعم. كما تقدم في الوضوء إذ التيمم بدل عنه، والمسح إلى المرفقين سنة وإلى الكوعين فريضة، على ما في المختصر وتعقبه العلامة البساطي بأنه مشهور المذهب أن المسح إلى المرفقين واجب ابتداء، وإنما الخلاف إذا اقتصر على الكوعين وصلى. الغرض إن المشهور عندنا المعروف إن المسح على إلى المرفقين مسنون، ده اللي هو المشهور المعروف في المذهب، مفهوم؟ والمسح الى الكوعين ده اللي واجب، ده اللي واجب، لانك انت مطلوب منك مسح الوجه ومسح الايه؟ اليدين، اليدين الى الكوعين. ومنشأ الخلاف برضه هل اليد من الاطراف الاصابع الى الكوع ولا الى المرفق؟ ما برضه منشأ خلاف في الحته دي. فاللي قال ان اليد الى المرفق قياسا على الوضوء قال لك كلها يجب تتمسح، ويبقى ده من ضمن الواجب. واللي قال لا اليد معروفة في كلام العرب لما بيطلقوها على الكف فقط إلى الكوع، قال لك هي اللي واجب بس، لأنه قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. ها؟ فين؟ لا ما حددش إلى مرافق ولا حاجة في التيمم، ده هو في الوضوء اللي قال واغسلوا بوجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وقال لك ساعة ما قال إلى المرافق ده دليل على إنه يعني يريد أن يزيد شيئا على العرف المتعارف عليه عند العرب. يريد أن يزيد شيئا على العرف المتعارف عليه عند العرب. ولذلك بعض العلماء قال لو لم يقل إلى المرافق ها لكان الواجب غسل اليد إلى الكتف. إلى الكتف، نقول له طب وقلت إلى الكتف ليه؟ لو لم يقل إلى المرافق لكان الواجب ما تعورف عليه عند العرب وهو غسل اليد إلى الكوع، وكانت الناس مش هتغسل إلى المرافق. فلذلك لما حدد قال لك بس، لأنه هو إذا أراد غاية حددها. الشرع إذا أراد غاية إيه؟ إذا أراد غاية حددها، مفهوم؟ فإلى المرافق منع اللي يقول لك الإيد إلى الكتف، ومنع اللي يقول ناخذ بعرف الإيه؟
بعرف العرض. ودي برضو كذلك عملوها في موضوع مس الذكر الذي يمسه الإنسان، لأن لك الحديث من أفضى بيده إلى فرجه. فاللي قالوا اليد عند العرب من دي إلى الكوع، ها خلاص يبقى كده الجيد إلى هون فقط، مفهوم؟ والتانيين اللي هم زي ابن حزم الظاهري وبعض الحنابلة قال لك لا، برضو لو مسه بباطن الذراع ينتقل الوضوء، لو مسه بباطن الذراع ينتقل الوضوء، لكن التحقيق ان الايد اللي هي الكف دي فقط، الكف فقط. نعم، يعني بيت الامر انهم دوروا على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم واخذوا منها باستنباط دقيق دقيق جدا جدا جدا، ما حدش ترك منها كلمة ولا لفظ ولا فعل ولا اي حاجة. ها مفهوم يا مشايخ؟ نعم. فالمشهور انه يعيد في الوقت انتهى ونحوه في الجواهر وزاد ويخلل الاصابع وينزع الخاتم، ما ذكره من تخليل الاصابع وقول ابن شعبان الشيخ ولا اعرفه لغيره. نعم. ابن ناجي، عادة الشيخ إذا قال مثل هذا أراد أن المذهب خلافه، وما ذكره من نزع الخاتم قال في التوضيح هو من نزع الخاتم، من نزع الخاتم قال في التوضيح هو مطلوب ابتداء. هو إيه؟ مطلوب ابتداء. مطلوب ابتداء، نعم. فإن لم ينزعه فالمذهب أنه لا يجزئه شيخنا بخلاف الوضوء. لا، هو على كل حال الخاتم نقول النزع مش مطلوب لذلك، وإنما إن كان ضيقا بحيث لا يمكن تحريكه وتخليق دلك ما تحته مسح ما تحته يبقى يزيل، وأما إن كان يمكن تحريكه ويمسح ما تحته ثم يحركه هكذا ويمسح ما تحته فليس مطلوبا، يبقى النزع مش لذلك هو المطلوب. خلاص، يبقى المفروض التحديد إن كان ضيقا لا يمكن التحرك فيه تحريكه خلاص ينزعه ضروري، وأما إن كان غير ضيق وكان يمكن إنه يحركه شوية هنا ويمسح دي ثم يعيده مرة ثانية ويمسح ما بعده خلاص لا ينزعه، مفهوم؟ طيب، بخلاف الوضوء ليه؟ قال لك لأن الوضوء الماء يدخل تحته وحركة الخاتم نفسها تعتبر كالتدليك وانتهت المسألة. نعم. والفرق قوة سريان الماء ولا كذلك التراب. طيب. ثم إذا فرغ من مسح ظهر يده اليمنى يجعل يده اليسرى، وفي رواية كفه وهي مفسرة للأولى، فيكون المراد باليد الكف ما عدا الأصابع، لأن الأصابع قد مسح بها أولا ظاهر اليد ما عدا الإبهام، والجعل المذكور يكون على باطن ذراع الأيمن، ويكون ابتداؤه من على مرفق حال كونه قابضا عليه أي على باطن ذراعه، ويكون في فقده رافعا. يعني هو ساعة ما يمسح الظاهر يجيب كده، وساعة ما يرجع يرجع كده، خلاص زي موضوع مسح الرأس كده، هو رايح كده ويرجع كده، مفهوم؟ يعمل كده هو وبعدين هو راجع يعني، تمام كده، ويكون قابض كده علشان الحتت دي يوصلها الايه؟ يصل اليها الماء. نعم. ويكون في قبضه رافعا ابهامه ونهايه ذلك حتى يبلغ الكوع من يده اليمنى. هو راس ذنب في نهايه الابهام. ثم بعد ان يفرغ من مسح باطن ذراعه يجري باطن فهمه اي ابهامه من يده اليسرى على ظاهر فهم يده اليمنى. لأنه لم يمسحه أولا. ابن ناجي، ما ذكره من إمرار البهم مثله لابن الطلاء، وظاهر الروايات مسح ظاهر إبهام اليمنى مع ظاهر أصابعها. على كل حال كل هذه كيفيات إذا فعل أي شيء منها أجزاء، كل شيء كل تلك كيفيات إذا فعل أي شيء منها كفاه. نعم. الفكهاني، لا أعلم أحدا من أهل اللغة نقل في الإبهام التي هي الأصبع العظمى بهما، وإنما البهم جمع بهمة وهي أولاد الضأن. ثم إذا فرغ من مسح اليد اليمنى باليد اليسرى على الصفة المتقدمة
يمسح اليد اليسرى باليد اليمنى هكذا، أي على الصفة المتقدمة في مسح اليد اليمنى. ويجعل أصابع يده اليمنى على أطراف أصابع يده اليسرى، ثم يمر أصابعه على ظهر يده وذراعه وثم يمر ضم الياء وكسر الميم يمر ثم يمر أصابعه على ظهر يده وذراعه وقد حنى عليه أصابعه حتى يبلغ المرفق، ثم يجعل كفه على باطن ذراعه من طي مرفقه قابضا عليه حتى يبلغ الكوع، ويجري باطن بهم اليمنى على ظهر بهم اليسرى. لا، فاعترض عليه في حكاية البهم دي، فقال لك لا يعني المفروض هي إبهام، ما حدش قال في الإصبع بهم خالص، لكن هو يقصد التخفيف على كل حال في هذه المسألة. إذا بلغ الكوع من يده اليسرى مسح كفه اليمنى بكفه اليسرى إلى آخر أطرافه، أي أطراف الكف، أراد به باطن الكف والأصابع. وانظر كيف سكت عن كف اليسرى إلا أن يقال إن كل واحدة منهما ماسحة ومنسوحة، وهذا آخر الكلام على الصفة التي ذكرها الشيخ. الحمد لله. أي حاجة، أي كيفية تجزئك إن شاء الله تعالى. نعم. والمشهور مراعاتها وعدها بعضهم في فضائل التيمم، وما ذكره فيها من الانتقال إلى اليسرى قبل استكمال اليمنى رواية ابن حبيب عن مالك، وقال ابن القاسم يمسح اليمنى قبل الشرور في اليسرى، واختاره اللخمي وعبد الحق، وصوب إذ الانتقال إلى الثانية قبل كمال الأولى مفروض لفضيلة الترتيب. يعني هو مثلا الأولى هيعمل كده ويروح راجع كده لليسرى، وبعدين يرجع من هنا وياخد اليسرى كده، يعني ياخد اثنين مع بعض. ولكن هو قال الكيفية الثانية انه هيمسح اليمنى كلها الاول ظهرا وبطنا، ثم بعد ذلك يرجع الى مين؟ الى اليسرى. نعم. الترتيب الذي بين الميامن والمياسر، وقال بعض الشيوخ الاحسن رواية ابن حبيب لئلا يمسح ما يكون على الكف من التراب، ولو خالف المتيمم هذه الصفة المستحبة ومسح اليمنى باليسرى، وفي رواية أو اليسرى باليمنى كيف شاء وتيسر عليه وأوعب المسح لأجزأه ذلك، وخالف الأفضل فقط. ويؤخذ من قوله وأوعب أنه إذا لم يمسح على الذراعين لم يجزئ، لأنه ذكر في المسح الذراعين، وقد قدمنا أنه إذا اقتصر على الكوعين وصلى أعاد في الوقت على المشهور. وقوله وإذا لم يجد الجنب أو الحائط الماء للطهر تيمم وصلي مكرر مع قوله التيمم يجب لعدم الماء، فإذا وجد الماء تطهر ولم يعيد ما صلي، لأن صلاتهما وقعت على الوجه المأمور به. على الوجه المأمور به يعني فعل ما يقدر عليه، ما يقدران عليه. الحائط ما وجدش ماء، والجنوب لم يجد ماء، فماذا يصنع؟ تيمم وصلى. فإذا وجد الماء لا يعيد صلاته. مفهوم؟ نعم. وظهر كلامه وجده في الوقت أو بعده، وهو مقيد بقوله قبل ثم أصاب الماء في الوقت بعد أن صلى، وظاهره أيضا سواء. اللهم إلا في الكيفيات السابقة، يعني لو أن إنسانا كان مترددا في وجود الماء داخل الوقت فقدم وتيمم وصلى، فإنه إذا وجد الماء في الوقت يعمل إيه؟ يغتسل ويعيد. مفهوم؟ يعني لو أنت مفروض أنك تتيمم في وسط الوقت ثم تيممت في أول الوقت، أو مفروض أنك تتيمم في وسط الوقت وتيممت مثلا في أول الوقت، أو في آخر الوقت وتيممت في وسط الوقت، وإحنا قلنا مين اللي يتيمم في آخر الوقت، ومين اللي يتيمم في وسط الوقت، ومين اللي يتيمم في أول الوقت، فاكرين؟ يعني اليائس يتيمم في أول الوقت، والراجي يتيمم الراجي يتيمم في آخر الوقت، والمتردد يتيمم في وسط الوقت. مفهوم؟
فإن خالف كل واحد من هؤلاء الأصناف ما حد له وتيمم ثم وجد الماء في الوقت يعمل إيه؟ يغتسل ويعيد أو يتوضأ ويعيد. نعم. سواء كان بأجسادهما نجاسة أم لا، وهو كذلك في المدونة. وقيدت بما إذا لم يكن في بدنهما نجاسة، ويؤخذ هذا التقييد أيضا من قول الشيخ. وكذلك من صلى بثوب النجس أو على مكان نجس يعيد في الوقت، ولا يطأ رجل امرأته المسلمة أو الكتابية أو أمته التي انقطع عنها دم حيض أو دم نجاس بالطهر بالتيمم على المشهور حتى يجد، وفي رواية حتى يجد من الماء ما تتطهر به المرأة أو الأمة من دم الحيض أو دم النفاس. اللهم إلا إذا كان شبقا، يعني ليس له صبر على الجماع، يخشى العنة أو يتضرر بترك الجماع، فإنه حينئذ ولم تجد الماء له لها أن تتيمم ويطهرها. لو كان إنسان شبق، يعني عنده شبق، الشبق يعني هو شدة الشوق إلى النساء جدا، فلا يقدر على الصبر عليها أبدا. خلاص. والإنسان العيمان الذي يشتاق كثيرا إلى أكل اللحم، يعني يبقى الشبق اللي بيشتاق إلى إيه؟ إلى الجماع أو والعيمان الذي يحتاج كثيرا إلى اللحم، ما يقدرش يصبر على اللحم مطلقا، أكل اللحم أبدا. مفهوم؟ فالشبق ده اللي ما عندوش صبر على النساء، لو قلنا له اصبر لغايه ما تلاقي ميه يعمل ايه؟ يتضرر جدا ويتاذى. خلاص؟ فنقول له خلاص بقى. على ان الحنفيه يقولون اذا طهرت المراه، اتفضل، اذا طهرت المراه جاز وطؤها من غير اغتسال. جاز وطؤها من غير اغتسال، لكن احنا خلينا ايه؟ لان الايه بتقول ولا تقربوهن حتى ايه؟ يطهرن. وفي قراءه ثانيه حتى يطهرن. فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله، وعدكم الله بهذا. طبعا فيكم كثير مش متزوج، يعني شبك لا، دي حاجة أنا ما نعرفهاش ومش عايزينها كمان. يختلف عن الشبك يا مولانا. إيه الشبك؟ الشبك ده صيغة مبالغة، يعني كثير الإيه؟ كثير الاشتياق إلى الجماع. والشبك اللي هو الجماع نفسه، حب الجماع نفسه. ثم ما يتطهران به جميعا من الجنابة، وفي رواية يتطهر به وما قاله هنا يفسر قوله آخر الكتاب، وألا يقرب النساء في دم حيضهن أو دم نفاسهن، لأن ظاهره إن انقطع عنهن جاز له الوقت، وهو قول ابن شعبان. وقال ابن بكير يكره له أن يطأ قبل الإغاثة. وقال ابن بكير يكره له أن يطأ قبل الاغتسال، وإنما امتنع منه على المشهور لأن التيمم لا يرفع الحدث. تاني مرة. نعم. وإنما هو مبيح للصلاة فقط على المشهور، ويؤخذ من كلامه أن التيمم يسمى طهورا، وهو كذلك لقوله. هو المسألة دي كلها هو يبدأ ويعيد في أمر واحد، وهو أن في خلاف، هل يا ترى إذا طهرت المرأة وتيممت هل يجوز له وطئها أو لا يجوز؟ فابن شعبان يقول يجوز، وغيره يقول لا يكره له أن يقع، وبعضهم يقول يحرم أن يقع إلا إذا اغتسلت بالماء، إلا إذا كان كما قلنا به شبق إلى الجماع، أو كان يتضرر من ترك الجماع أو نحو ذلك. نعم. وهو كذلك لقوله عليه الصلاة والسلام وتربتها طهورا، ويسمى أيضا وضوءا لقوله عليه الصلاة والسلام التيمم وضوء المسلم. ويؤخذ منه أيضا أن على الزوج أن يأتي بالماء للمرأة لطهورها ووضوئها بشراء أو غيره، وهو المشهور لأنه من جملة نفقتها. ويؤخذ منه أيضا أن من لم يجد الماء ليس له إدخال الجنابة على نفسه، وهو قول مالك رحمه الله في المدونة. وهذا يعلم أنه لا يؤخر الجنابة ويحاول رفع ما يترتب عليها حتى ولو بالماء بالتراب. حتى قالوا
إن المطلوب من الإنسان إن كان جنبا وأراد أن ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة. فقالوا وما فائدة الوضوء للصلاة؟ طب إيه هيعمل إيه إذا كان الحدث غير مرفوع وموجود عليه؟ قال لك هو بس فقط يخفف الجنابة عنه، يعني بدل ما الجنابة في كل الأعضاء يخليها في بعض الإيه؟ يخليها في بعض الأعضاء. يعني المهم إنه هو ما إيه؟ ما يحاولش يؤخر الجنابة على نفسه. لكن هل إذا أخرها هل ذلك حرام؟ لا مش حرام، ما لم يترتب عليه تأخير واجب عليه. حتى لو خرج إلى السوق يشتري ويبيع ويجلس وهو إلى آخره أحسن، ما فيش مشكلة فيه. لأن سيدنا عبد الله بن سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة، معنى كده أنه خرج من بيته ويتحرك في السوق أهو، قال فانخنست منه، يعني بعدت عنه عشان ما يسلمش علي وما سلمش عليه. فلما لقيه قال ما منعك؟ قال يا رسول الله كنت جنبا فكرهت أن أسلم عليك وأنا جنب. وطبعا الرسول كان عندما يلقى أصحابه يمسحهم هكذا ويماسحهم ويسلم عليهم وكذا، فخاف أبو هريرة أن الرسول يفعل معه شيئا من هذا وهو جنب، فراح اغتسل. فالرسول بيّن له أن المؤمن لا ينجس أبدا، يعني الجنابة ما تأثرش، يخرج ويبيع ويشتري ويعمل كل حاجة، لكن لا يؤخر صلاة بسببها. نعم لسه ما وصلناش ل وهذا ما لم يضر به كطول مدة أو طول برق جرحه إن كان به، فإن طالت عليه المدة فإنه يقع ويتيمم. وفي باب جامع الصلاة شيء من مسائل التيمم، وهي مسألة المريض الذي لم يجد مناولا فيتيمم بالحائط إلى جنبه، وهذه الإحالة تدل على أنه بيضها أولا ثم رتبها. ولما أن الكلام على الغرض الأول إيه؟ إن الحتة دي كان المفروض تبقى إيه؟ هنا في هذا المكان، لكنه ذكرها في باب جامع الصلاة، فكان المفروض إنه هو إيه؟ يحطها هنا. ففي دليل على انه هو بيضها في النسخة يعني، وبعدين لما جه رتبها في الحتة دي. طبعا ده امانة في ايه؟ في الشرح وفي تحقيق الايه؟ وفي تحقيق النسخ. واحنا طبعا يتيمم بالحائط خلي بالك لابد ان تكون ايه؟ من الطوب اللبن او من الطين، فان طبخت فلا يجوز التيمم بها. احنا كنا فاكرين نفسنا خلصنا التيمم المرة اللي فاتت. يلا خير ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت وحدك لا شريك لك وان محمدا عبدك ورسولك، وصلى الله على سيدنا اجمعين. بسم الله يلا شدوا حيلكم بقى وتعالوا شويه ولا الملكيه هيبقوا رفعيه ولا